تعلمين القرار الذي صدر من الدولة بشأن حظر التجول كان قد استثنى قطاع التغذية بالإضافة إلى قطاعات أخرى. نتواجد في أحد المتاجر الغذائية والتي كحال غيرها من المتاجر في توفير المستلزمات الغذائية لعموم المجتمع من مقيمين ومواطنين والتزامها بما التعليمات الصادرة من وزارة التجارة وغيرها من الوزارات. للحديث أكثر عن المتسوقين وعن رؤيتهم لتوفر هذه المستلزمات، يسعدنا أن نكون معي في هذه اللحظات الأستاذ أحمد إمام من جمهورية مصر العربية. أهلا بك أستاذ أحمد في بلدك الثاني، وأهلا بك معنا في الإخبارية. نسأل عن رأيك فيما رأيته من إجراءات احترازية طبقتها المملكة. والله الحمد لله رب العالمين، أنا شايف الإجراءات كويسة جدا، بالذات أماكن التسوق، في توفير من المعقمات، توفير الجلافس للماسكات، والحمد لله الحاجات متوفرة جدا، والحمد لله رب العالمين يعني في سيطرة من البلد، الحمد لله رب العالمين. اليوم يبدأ سريان قرار حظر التجول من 7 مساء حتى 6 صباحا، كيف رأيت توفر المستلزمات الغذائية في المتجر الذي تتواجد فيه أو غيره من المتاجر؟ والله الحمد لله كل حاجة متوفرة وما فيش هلع من المواطنين، برضو الموضوع ماشي سلس وكل حاجة متوفرة، وبرضو بنناشد الناس حتى في الفترة الصباحية بلاش تنزل إلا للضرورة، وإن شاء الله ربنا ييسر الأمر بإذن الله تعالى. إذا ما رغبت في شرائه من هذا المتجر وجدته؟ الحمد لله كل حاجة متوفرة وكل حاجة سلسة وطبيعية، يعني الحمد لله رب العالمين، ما فيش أي حاجة، ما فيش أي تغيير، كل حاجة متوفرة الحمد لله رب العالمين. أخيرا، ما هو دورك كمقيم ودوري كمواطن بعد قرار حظر التجول؟ والله الالتزام، دورنا الالتزام بالقوانين وعدم الخروج إلا للضرورة حتى في الفترة النهارية، برضو عدم الخروج إلا للضرورة، وربنا إن شاء الله يزيل الغمة قريبا إن شاء الله رب العالمين. الله يكرمك. شكرا لك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. إذن إيمان، كما تابعتي الأستاذ أحمد إمام من جمهورية مصر العربية، وهو أحد المتسوقين هنا في المتجر الذي نتواجد فيه. الأمور ميسرة والله الحمد، البضائع متوفرة وجميع المستلزمات التي يحتاجها الناس هي متواجدة في هذا المتجر وفي غيره من المتاجر.